السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من البيت. بداية الأسبوع ولكنه آخر يوم في العام، فبنقول لحضراتكم كل سنة وحضراتكم طيبين. بنودع السنة دي وبنبدأ سنة جديدة بأهداف جديدة وبرغبات جديدة وطموحات جديدة، بنستكمل اللي بدأناه أو بنبدأ أهداف جديدة، وبندعي في بداية كل سنة بنقول يا رب تبقى سنة خير علينا وسلام علينا وعلى مصرنا الحبيبة. يا رب ابعد عننا محن الزمان، اعفينا من كل الأزمات وأي ضيق بنقع فيه. يا رب احفظ بلدنا، يا رب احفظنا من كل سوء، يا رب اجعل وقتنا كله عامر بذكرك، يا رب ساعدنا ان احنا نحافظ على بيتنا وأسرتنا وأهدافنا، يا رب قوينا، يا رب حقق لنا النجاحات. اكتبوا أهدافكم يا جماعة وابدأوا فيها، وان شاء الله ربنا هيحقق لكم الأهداف دي وهتكون سنة خير وسلام بإذن الله. نبدأ بفقرتنا المعتادة وهي مقصد آية، وحديثنا النهاردة عن الآية 23 من سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، هنسمع ونرجع لحضرتكم مرة أخرى. صدق الله العظيم. عايزين نعرف ايه مقصد هذه الآية من الدكتور علي شحاتة، استاذ ورئيس قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب. المشاهدين الكرام، كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا رب. عايزين نعرف مقصد هذه الآية الكريمة وما معنى هنا اليأس والفرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه أفضل وعلى آله والسلام وصحبه ومن والاه وبعد. الآية القرآنية الكريمة التي استمعنا إليها الآن مقصدها باختصار أن تربي الإنسان على التسليم بقدر الله تبارك وتعالى بعد وقوعه، وأن يوقن أن القدر خير حتى ولو بدا في ظاهره غير ذلك. نعم. وألا يحبطه ما أصابه عن الوقوف مرة أخرى والعمل والاجتهاد والجد، وليعتبر ما حدث وأغلقت صفحته درسا له يتعلم منه ويستفيد للمواقف القادمة أو القادمة من حياته ليعدل ما فات ويقوم ما فات. نعم. ويستعد لصفحة جديدة بالجد والعمل والاجتهاد. نعم. إزاي الإنسان بقى يكون عنده الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره؟ أولا يعلم أن هذه الأمور قدرها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه أشياء مقدرة. أنا عرفت، إذا عرفت أنني أديت ما علي وأخذت بالأسباب وقدر الله سبحانه وتعالى شيئا لم أرتاح له في هذا التوقيت، لكن الذي يجعل القلب مطمئن أن هذا هو تقدير الله تبارك وتعالى. فعندما يقع ما قدره الله تبارك وتعالى أنا أسلم وأقول الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اخلفني خيرا منها، يعني وجهني يا رب إلى الصواب وإلى الأحسن في المرات القادمة إن شاء الله، لكن لا يحبطني ذلك ولا يقعدني عن العمل ويصيبني باليأس والقنوط وما إلى ذلك. نعم. طب إيه الحكمة في أننا ما نفرحش بشكل مبالغ فيه وما نيأسش بشكل مبالغ فيه؟ طيب، هو طبعا كل ما كان الأمر طبيعي في الفرح والحزن كان أضبط لنفسية الإنسان، وسطية يعني. صحيح، الوسطية في هذا. احنا نعلم لو يعني سمعنا الأطباء النفسي يقولوا فلان تعب، يمكن يكون فرحا شديدا أو حزن حزنا شديدا. فعلى الإنسان أنه يكون متوسط في هذا، الفرح الطبيعي، الحزن الطبيعي. لكن السؤال لحضرتك انه مسألة لا تفرح هنا، لماذا قال لا تفرح؟ الفرح هنا ليس الفرح العادي، لانه احنا نفرح ونسعد عندما
بطاعة الله تبارك وتعالى. نعم. يسعد الطالب عندما ينجح في الاختبار. صحيح. يسعد الإنسان بأشياء كثيرة، ليس هذا هو الفرح المنهي عنه. الفرح المنهي عنه إنه الإنسان تأتيه نعمة فيفرح بها لدرجة أنها تبطره، يعني تجعله يتكبر على الناس، يتعالى على الناس. نعم. ينسى ربنا سبحانه وتعالى إن هو اللي أنعم عليه. يعني لو أفكر حضرتك والسادة المشاهدين بقارون لما قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يعني لا يحب الفرحين، يعني الله يريدنا أن نحزن؟ لا لا، الفرح هنا هو الفرح الذي يأخذ الإنسان إلى طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم. بمعنى أنه يتعالى على الناس، النعمة تبطره، يعني تجعله يتكبر ويتعالى على الناس فيغضب الله تبارك وتعالى وتجعله ينسى المنعم سبحانه وتعالى. هل هنا معنى مختال فخور بتنطبق على نفس هذا الأمر، أنه إحنا ما نتفخرش وما نبقاش، أو وضح لنا معنى مختال فخور تحديدا؟ صحيح، ما هو لو قرأنا الآية كاملة. ولا تفرحوا بما آتاكم، الفرح المنهي عنه هنا لو وقع الإنسان فيه سيكون مختالا. مختال يعني إيه؟ مختال في نفسه، يعني أصابه الغرور والكبر. وفخور يعني تعالى على الناس. يعني هو اختال في نفسه ثم تعالى على الناس بهذه النعمة. وسيدنا عبد الله بن عباس له كلمة هنا عظيمة جدا رضي الله عنه، قال ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح، اللي هو الحزن الطبيعي والفرح الطبيعي، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا وغنيمته شكرا. يعني الواحد لما يجيله شيء يزعله يبقى يصبر عليه ويسأل الله أنه يعوضه خير. ولما يأتيه شيء يفرحه لا يخرجه عن طور التواضع لله والتواضع مع خلق الله. وأداء حق ربنا سبحانه وتعالى في النعمة التي آتاه بها، هذا هو الشكر. فيقابل المصيبة أو البلاء بالصبر، والغنيمة أو العطاء الذي يفرح به بشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني الشكر يزيد النعم. طيب، نصيحة من حضرتك يا دكتور علي، يعني إحنا في نهاية ساعات ونبدأ عام جديد، والآية دي تحديدا فيها رسالة نقدر ننهي بيها هذا العام ونحط بيها أهداف جديدة، اللي فات ما نحزنش عليه ونرضى بيه ونبدأ حاجة جديدة بوسطية، فتنصحنا بإيه؟ أنا أنصح نفسي وأنصحكم وأنصح السادة المشاهدين. نعم. أن يستقبل الإنسان عطاء الله، العطاء أو المنع، بالرضا والقبول. نعم. الرضا والقبول يفتح للإنسان الأبواب كلها المغلقة. نعم. يعني الإنسان لا أقول إنه يتوقف عن الأخذ بالأسباب، ولكن إذا وقعت له مصيبة أو شيء لا قدر الله بعد الأخذ بالأسباب، عليه أن يصبر وأن يندفع إلى الأمام، يسلم لأمر ربه. صحيح. ويشكر الله تبارك وتعالى إذا أعطاه، ويصبر عند المنع أيضا، ويحمد الله تبارك وتعالى على ما أعطاه. فعجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير. نعم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ونحن يعني على أبواب عام جديد. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. والإنسان يستقبل الأعوام التي تمر عليه بهذا العام الجديد، أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه للخير يا رب. أن يسدد خطاه، وأن يرفع عنه ما نزل به، وأن يجنبه ذلك في المستقبل إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور علي، وكل سنة وحضرتك طيب، والرضا والتسليم بالأقدار هو السر في كل شيء. هنروح لموضوع تاني وفقرة جديدة خاصة بأطفالنا اللي هم مستقبلنا الحقيقي. كل يوم هنتكلم مع حضراتكم في إزاي نعلم ولادنا ونغرس فيهم قيمة أو خلق، أو نعرفهم أصول ديننا الحنيف، وكمان إزاي نكتشف مواهبهم وننمي هذه المواهب ونشجعهم إن هم يكونوا صالحين وقدوة لغيرهم. هنبدأ النهاردة بالقراءة.
أول آية نزلت في القرآن الكريم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالقراءة هي أهم حاجة وهي رياضة للعقل. طب إزاي نعلم ولادنا إن هم يقروا، يحبوا القراية، يختاروا اللي بيقروه، إزاي يكون عندهم وقت إن هم يجيبوا كتب وقصص؟ ده اللي هنعرفه من دكتورة غالية زامل، الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة، ويا رب عام جديد سعيد على حضرتك. يعني إحنا خلاص بننهي عام، وبداية العام بيكون في معرض الكتاب، وبنبدأ النهاردة فقرتنا الجديدة مع الأطفال بأن إحنا إزاي نقرأ ونعلم ولادنا القراءة. نبدأ مع ولادنا منين؟ أولا شكرا ليكي، وبعتذر طبعا عن أن المفروض كنا نطلع زوم. نعم، كنا عايزين نشوف حضرتك الحقيقة، ولكن إحنا يعني سعيدين أن حضرتك موجودة معنا. تفضلي. في مجموعة طبعا أطفال معي، على أساس أن أنا مش في القاهرة، أنا في محافظة تانية ضيفة، يمكن الدروب ده حصل بسبب كده. نعم، غضبة من الصبح في مشكلة. نعم، في البداية طبعا كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين يا رب، ومصر بخير وأمن وأمان، ودايما كده ربنا حميها يا رب بناسها وبأطفالها وبجميع ما فيها يا رب. يا رب اللهم امين. وسنة سعيده يا رب علينا جميعا، ودايما دايما موفقين، وقناتكم الحلوه دي يعني صيتها يعلى اكتر واكتر، وتحياتي لحضرتك وبرنامج البيت. نبدا منين بقى مع اطفالنا يا دكتوره في القراءه؟ هل في سن معين، ولا القراءه بتبدا من مجرد ما الطفل يبدا يعرف يقرا الحروف؟ لا طبعا، يعني احنا القراءة نبدأ منين؟ نبدأ امتى نقول القصص لاولادنا، امتى نعلمهم يسمعوا، خاصة ان اي حاجة بدأت شفهية، ما بدأتش كتابة. نعم، اول الايات نزلت اقرأ مش اكتب. نعم، فلما بنتحدث عن فعل القراءة كفعل بيبني شخصية الانسان واولى بالبناء اطفالنا. نعم، نعلمهم ازاي القراءة. دراسات حديثة دلوقتي بتقول ان احنا نعلم الطفل هو جنين في بطن امه، يعني الام تبدأ يعني تقرأ قصص مثلا، ماشي اللي فيها، ما هي بتسمع اغاني، ما هي بتسمع اغاني، ما هي بتسمع الاغنيات وبترددها. هم الاطفال مش هم لسه بيبيهات، وقبل ما يتكلموا، قبل ما يربطوا الصور بالكلمات ويعرفوا مدلولاتها، مش بيرقصوا على الاغنيات بتاعت تهنين الطفل والاغنيات الشائعة. نعم، يبقى أول حاجة إن الأم تقرأ. طيب تبتدي تقرأ لابنها قصص إمتى بقى؟ هي الأم تقرأ لو يعني من بقولك من سن صغير، قولي 3 شهور. 3 شهور بيبدأ الطفل يبدأ، هيبدأ بعدها ينطق. هيبدأ الطفل يتعود على سماع الكلمات، بحيث إنه في سن أكبر أو كل ما يتقدم بيه شهور معينة هيبدأ يبدأ يتكلم. باء، ماء، الحروف اللي هي الخفيفة دي هيبدأ من كتر تكرارها على سمعه هتبدأ الحاجة دي الطفل هيألفها، زي ما بقولك كده، زي ما بيألف الغناء هيألف الحكي. هيألف الحكي، فهتبقى حاجات تراكمية. القراءة مش بين يوم وليلة، مش اني بعلمه بس الحروف هيبدأ يتكلم. لا، تراكمية، فعل تراكمي. تمام، يبقى احنا نبدأ نحكي لأولادنا الأول في البداية. طبعا احنا كلنا نشأنا على ايه؟ حكايات الجدات، حدوتة بالليل، حكايات الجدات كمان. كان زمان غير دلوقتي، كان ارتباط الجدة بالأحفاد والبيوت كان غير دلوقتي طبعا. التطور الجديد واللي حصل في حياتنا كلها، ما بقتش الجدة طبعا مقيمة بشكل كامل مع أبنائها ومع أحفادها، فما بقتش الحدودة اللي هي قبل النوم أو حكايات الجدات برضو ما بقتش منتشرة. الأم كمان وقتها دلوقتي غير زمان، المغريات دلوقتي سواء للطفل أو الأم كتيرة، والمثيرات والمؤثرات. سواء بقى في السوشيال ميديا او التلفزيون او الوسائل المتاحه غير القراءه. طب ايه نوعيه القصص اللي الام تبدا تحكي علشان الطفل يبقى عنده شغف بالموضوع؟ تمام، اولا سنه صغير، فاكيد هتبقى القصص قصيره، كلماتها بسيطه قوي، خفيفه. الطفل في السن الصغير طبعا احنا بنقسم المراحل العمريه لنمو الطفل. نعم، مرحلة المهد، مرحلة ما قبل المدرسة، مرحلة الطفولة المبكرة والوسطى والمتأخرة. كل مرحلة من دول لها قاموسها اللغوي، كل مرحلة من دول لها خصائصها النفسية والانفعالية. فطبعا كل مرحلة لها قصة مناسبة غير احنا بنتكلم على البداية. البداية والسن الصغير ده بيبقى محبب لهم ايه؟
كل حاجة تتحكي على ألسنة الحيوانات، بينطقوا كل حاجة، بينطقوا الجمادات. نعم. فهو بيبقى في السن ده محتاج ان الحاجات اللي حواليه اللي تتكلم تحكي له الام على لسان الحاجات دي، والحدوته الخفيفه القصيره اللي كلماتها طبعا بسيطه قوي، هو لسه هنا قاموسه اللغوي لم يعني يكتمل. ايوه لم يكتمل بعد. فهي بتنقي له الحاجات البسيطه، الحاجات اللي هيبدا بيها، عارفه يحبو زي ما بيتعلم المشي. نعم. هيحبو نحو القراءه. طيب لو الأم ما بدأتش يا دكتور من البداية تعمل إيه؟ يعني تبدأ فيه دلوقتي على طول يلا نبدأ نقرأ، ولا تعمل إيه لو مثلا الطفل وصل لمرحلة الابتدائي مثلا؟ ما أنا معايا الأطفال صراحة دول، أنا فعلا كنت عايزة يعني لو زوم اشتغل معايا بجد نماذج، مش قادرة أقول لك نعوضها بإذن الله. أنا في محافظة من محافظات الصعيد، ففعلا لما قعدت قلت الولاد على القراءة جابوا لي، يعني أنا خايفة أقول لك إني جايبين كتب ثقافية أكبر من سنهم اللي ما شاء هم بيقرأوا الله. فيهم جايبين مجلات قطر الندى، وجايبين اصدارات اللي بابا مثلا في مكان هات لي كذا، هم حابين، خاصه ان الطفل الريف مش متاح ليه اللي عندنا لطفل المدينه. نعم. طيب المكتبات والمدرسه، وان هو يشتري مجله في اي حته يشتري قصه، فدي بالنسبه لهم هديه قيمه جدا. يعني كل ولد واخد المجله واخد الكتاب، عارفه انت كانها احسن هديه عنده، ودي بتاعتي. صحيح. وبيبص فيها وبيقول قصصها، حتى اللي بيستهجى منهم السن الصغير بيمشي مع الكلمات واحده واحده وعايز يرددها وحابب ده. طيب نصيحة أخيرة من حضرتك يا دكتورة للأمهات، وكمان للطريقة اللي يعملوها مع أولادهم. تمام. إحنا بنتكلم بالنسبة للأمهات ونبدأ بقى بالمناهج المدرسية والكتب المدرسية، وإزاي هي تقيلة، وإزاي ولادهم ما بيحبوش ده وما بيقبلوش عليه، وفعل القراءة تقيل عليهم، خاصة إن اللي هو المفروض علينا كلنا بيبقى تقيل، فما بالك بالأطفال. ألف به إن أنا أوري ابني إن الكتاب ده حاجة قيمة قوي، مش مجرد ما يخلص أجيب كتب وأرميها، لا، أنا أتعود أحط له كتب دي كل واحد على قده في أي مكان. نعم. في حاجة خاصة بالطفل زي ما أنا مرتبه له ملابسه اللي بيحبها، حاجته اللي بيحبها، لعبه في مكان أيا كانت بقى، اللعب دي محطوطة في مكان معين وعارفة، لا صندوق صغير أحط له حاجته فيها، دي حاجة قيمة قوي هاتها، دي حاجة حلوة هاتها. حتى يعني هقول لك، حتى الأمهات اللي تعليمهم برضو متوسط أو يعني أنصاف المتعلمات يعني يعملوا كده للكتاب المدرسي، الطفل نفسه هيعرف ان دي حاجه قيمه وحاجه كويسه، هو من نفسه هيدور على دي بمحبه. صحيح. مش هتبقى مفروض عليه. صحيح. انا بشكرك يا دكتوره غاده، وان شاء الله نعوض حضرتك في وجودك معانا عبر الزوم مره اخرى. والقراءه مهمه جدا، لازم احنا كامهات نبتدي نحكي لاولادنا قصص من وهم صغيرين، والموضوع هيبتدي ينمو عندهم كل ما بيكبر في السن. وننتهز احنا هنبدا اهو معرض الكتاب ان شاء الله يكون في يناير، الناس بتروح بشنط تشتري الكتب علشان تنمي هذا الشغف وموهبه، بعد كده بتظهر موهبه كتابه او حتى التفكير المنطقي. هنخرج لفاصل وهنرجع نستكمل حلقتنا ومعانا فقره مهمه، وازاي نوصل للارحام بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. وزمان واحنا صغيرين كنا بنروح بيت العيله نتجمع ونهزر ونبات مع بعض، نضحك، نعمل اكل، نجري، نلعب، وكنا بنحب بعض بشكل كبير. وكنا على الرغم انه دايما كان في احيان كتير فيها خناقات واختلافات، بس برضو كنا على طول مع بعض. السؤال بقى، ليه ما بقيناش بنعمل كده؟ ليه بقى كل واحد حتى لو رحنا تجمعنا كل واحد بيبقى قاعد في دنيا وادي لوحده، او حتى ماسك تليفونه؟ ليه بقينا نقابل بعض في المناسبات بس، ما بقاش في صلة رحم موجودة ما بيننا بشكل كبير؟ بقينا ممكن نقاطع بعض على أبسط الأسباب، الزوجة ممكن تزعل من زوجها أو من حماها أو من حماتها وتمنع زوجها إنه هو يروح، والعكس الزوج لما بيزعل من أهل زوجته بيمنعها إنها تروح، إخواتها، أهلها، أي حد. إزاي نرجع زي زمان؟ إزاي نتغافل عن المشاكل اللي بتحصل ويبقى الود وصلة الرحم هي اللي موجودة؟ ده اللي هنعرفه من الدكتورة جيهان ياسين الواعظة بوزارة الأوقاف. كل سنة حضرتك طيبة ومنوراني. يعني في حاجات اختلفت عن زمان نتيجة متغيرات كتيرة، فعايزين نفسر في البداية إيه هي صلة الرحم. تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون ونظمه، ونظم الدين وشرعه، وأنزل الكتاب وأحكمه، سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أولا كل عام وحضراتكم بخير. نحن على سويعات ويمضي عام، فنسأل الله أن يختمه لنا بالعفو والغفران، ونسأل الله أن يفتح علينا بالقبول والعرفان، وأن يفتح علينا بكل قول وفعل يقربنا من الجنان، وأن يرحمنا، وأن يجعل ما بيننا الود والمحبة، ويحفظنا ويحفظ أولادنا وكل ما تأخذه شفقة قلوبنا، ويحفظ بلادنا أمنا ورخاء. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. بالنسبة بقى لصلة الأرحام، صلة الأرحام خلينا نقول أن الصلة دي، صلة الأرحام، هي حاجة من قبل التشريع، هي حاجة مفروض هي شيمة الأوفياء، وهي الفطرة السوية للأسوياء. نعم. نبدأ بكده ازاي؟ وجه الشرع بقى عمل كل صلة الأرحام دي، عمل لها ضوابط شرعية علشان يجعلها أعظم العبادات وأجل القربات، وأنفع اللي هي الأنفع الحاجات اللي بتقي من صنائع المعروف، اللي بتقي من مصارع السوء. لما نيجي نشوف في حديث بدء الوحي، نلاقي السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بتحكي ازاي السيدة عائشة لما دخل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرجف على السيدة خديجة ويقول زملوني زملوني، فيحكي لها الخبر تقول والله كلا لا يغزيك الله أبدا، وتبتدي تعدد له صنائع المعروفة اللي بتقيت مصارع السوء. قالت له أول حاجة إيه؟ إنك لتصل الرحم. فصلة الأرحام دي هي شيمة كده أو علامة في الأوفياء وفي الفطرة السوية، تلاقي إن النفس السوية أشربت في وجدانها العطف والرحمة واللين مع الآخرين، وخاصة للأقارب، فتبقى صلة الرحم. فصلة الرحم دي مفروض الصلة زي ما الصلة ليهم بالإحسان، بالود، بالتودد، بالهدايا، بالنظرة الطيبة، بالتعاطف، بإن أنا أقعد مريضهم، بالكلمة الطيبة، بالوش الطلق البشوش، بإن أنا أكون معهم في فرحهم، في أحزانهم. يبقى هذا التواصل هي دي المقصود بها صلة الأرحام. تعالي نشوف بقى صلة الأرحام دي لمين، لأن صلة الأرحام دي درجات برضو. نعم. يعني احنا عايزين على اقوال العلماء ان في ثلاث اقوال للعلماء لمن تجب عليهم تكون صلة الارحام واجبة امتى، وتكون في الوقت ده، تبقى لو عملناها ما وديناش الارحام او ما صليناش الارحام بتعتبر كقطيعة. القول الاول للعلماء قال لك ان هو لذوي للارحام. مين الارحام؟ يعني لو ذكر وانثى وهم ما ينفعوش يتزوجوا من بعض، يعني مثلا الأبناء، الآباء، الأخوال، الأعمام، اللي هم يحرم الذكر والأنثى التزاوج فيهم. ده أول قول للعلماء. تاني قول للعلماء قال لك يدخل فيه ذوي الميراث كلهم، يعني ذوي الميراث مين؟ هيدخل بقى أولاد الأعمام، ولو ذوي الأرحام هيدخل أولاد الخالة، ويدخل كل الباقي من الأقارب. القول الثالث للعلماء، وهو ده الأقدر واللي أخذ منه قول الشافعية في إطلاقهم، وقول مشهور للمالكية، وقول للإمام أحمد، فكل العلماء تقريبا قالوا إن بيشمل صلة الأرحام هو كافة الأقارب، يعني كافة الأقارب، إطلاق صلة الأرحام على كافة الأقارب، البعيد والقريب. يعني إحنا نقدر نقول إن هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة والرابعة؟ درجات، هي منازل ومراتب. لا أنا قصدي بحيث إن إحنا نبسطها، يعني اللي هو قرايبي من الدرجة الأولى لحد ما نوصل للدرجة الرابعة، ده الواجب يعني علينا في صلة الرحم. خلينا نقول إن في صحيح البخاري في الأدب المفرد بيقول إن المقداد سمع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصيكم الله في أمهاتكم ثم أمهاتكم ثم يوصيكم في آبائكم ثم الأقرب فالأقرب. فدي نعرف إن في درجات الرحم منازل ومراتب. ليه منازل ومراتب؟ علشان لما نعرف إن الدرجة الأولى ما ينفعش إن إحنا نقطعهم بأي صورة من الصور. لازم يبقى في حرص تام على إن أنا بحافظ الدرجة الأولى دي، اللي هم بقى مين؟ الأصول والفروع، اللي هم الأولانيين دول، اللي أنا لازم إخواتي دي الدرجة الأولى من الأقارب، لازم إن أنا أحافظ عليهم وأحافظ إزاي على الصلة. إزاي إن إحنا ما نوصلش للقطيعة، وإزاي الواجب بتاعنا في صلة الرحم؟ ولكن اسمح لنا نخرج لفاصل وهنرجع لحضراتكم مرة أخرى. بنجدد الترحيب بحضراتكم، ولسه مكملين حديثنا عن صلة الرحم، وبجدد الترحيب بحضرتك يا دكتورة جيهان. تعالي نشوف الناس شايفة صلة الرحم ازاي، وازاي هي مهمة عندهم، وبيعملوا ايه لو حد خصمهم او قاطعهم، بيتصرفوا ازاي، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صلة الرحم ده شيء مهم، ربنا سبحانه وتعالى أوصانا بها،
وحذر من مغبة قطع الأرحام. أكيد مهمة بتخلق ترابط بين أفراد العيلة وأفراد الأسرة الواحدة. أكيد صلة الرحم يعني شيء مهم في حياتنا كلنا. يعني شايف إن وسائل التواصل الاجتماعي خلت ناس كتيرة جدا عبارة عن الصلة اللي بينهم إن هي تصل بالتليفون أو يكاد يكون منعدم. إحنا ما نقطعش أهلنا طبعا، الأم والأب أهم حاجة، ولو في ناس كبيرة زي حماتي مثلا، حماية، لازم إحنا ناخد بالنا منهم ونعمل لهم كل حاجة. في جزاء من ربنا لقطع صلة الأرحام، فلازم الناس توصل لرحمها عشان ده ربنا وصلنا عليه، بحيث ان الناس يبقى فيها بركة وفيها خير لبعض ويحب الخير لبعض، مهما حصل مشاكل يقدروا ان هم يصلوا الرحم. هي كل الأديان السماوية غصت على صلة الرحم، انها من اهم الحاجات، بل انها قدمت على بعض الموضوعات الاخرى اللي ربما قد يراها الانسان ان هي اهم. وقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ان صلة الارحام بتوسع الرزق، صلة الارحام بتفتح لاب باب الخير. الرسول وصانا بصلة الرحم، حاجة أساسية في الحياة، ركن من أركان الحياة. لازم الناس كلها تصل رحمها، يعني الأب يعني يتواصل مع أولاده، وبالتالي طبعا لما هو يعمل كده الولاد لما يكبروا هيبتدوا يعني يسألوا عليه، لما يكبر الأخ يسأل على أخوه، دي مهمة جدا طبعا، بتعمل ترابط في المجتمع. أهلنا برضو مهما كان خلافات ما بينهم ما ينفعش اننا نقطع معاهم صلة الارحام، يعني هو ده كدين وصى عليه، وده بيزرع من جوه النفوس الطيبه والرحمه. اللي بيقطع الرحم انا بقول له حاجه واحده بس، صلة الارحام دي من اساس الدين الاسلامي. هحاول اعرف الشخص ده مثلا اتضايق مني، انا عملت حاجه ضايقت الشخص ده، ولو ما فيش حاجه انا عملتها انا هفضل اتعامل بنيه كويسه، وانا اللي ممكن ابادر بالسؤال. كلنا يعني بيصادفنا مواقف نزعل فيها من بعض ونختلف ونتباعد، ولكن يعني حرصنا او فهمنا انه ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نكون حريصين على ان احنا يعني برضو نتواصل ونتسامح. خصمني او قاطعني لا، انا يعني بحاول، لو في المشكله هو اللي غلطان فيها او شايف ان هو اللي غلطان فيها، ممكن بقعد فتره ابعد وبعد كده برجع تاني اكلمه واوصل حد يكون يصلح ما بيننا، وفي الاخر نرجع نتكلم تاني. عمري في حياتي بصراحه ما قطعت حد خالص يعني. لا هو الحمد لله ما احنا كلنا مترابطين، ولو في حد انا بحاول ابدا يعني خيركم من بدا بالسلام، دي حاجه كويسه ان انا ابدا اسال عليه مره والتانيه. انا بصراحه بحتكفه شويه، وبس لو انا حسيت ان انا اللي مزعلاه بروح اصالحه. ممكن اسيبه شويه فتره كده، بعد كده ابتدي اطمن عليه لو في مناسبه او في حاجه او في ظرف او اي حاجه، ممكن يبقى في يعني سبب بسيط جدا يخليني ان انا اوصل الرحم واشيل البغضاء من قلوب اي حد مقاطعني او كده. اللي بيقطع رحمه الطرفين خسرانين، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. يعني شفنا وعي كبير من الناس، ولكن هم عملوا سبوت كده على بعض الحاجات، منها السوشيال ميديا، ومنها اكتر من حاجه هنناقشها مع الدكتوره. شايفه وعي الناس ازاي ومعرفتهم باهميه صله الرحم في البدايه، وبعدين في اكتر من نقطه الصراحه اثيرت في حديث الناس. يعني انا شايفه فعلا في وعي ما شاء الله، بس يا رب نطبقه. يعني اولا علشان نعرف فضل صله الارحام ونبقى حريصين عليها، لازم نعرف فضلها ايه. رب العزه حط صله الارحام في اي حته في الشرع، نلاقي رب العزه في سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، الى بقيه الايه، وفي اخرها يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ففي رب العزه الاول النداء لكل الناس، لكل الشرائع، نداء جامع لكل الناس. رب العزة ساوى ما بين تقوى الله، تقوى الرحمن، وتقوى الأرحام، فالاتنين جعلهم قرنهم ببعض علشان دي لا تنفك عن دي. مفيش حد يقول لك أنا بصلي وبصوم وبعمل اللي عليا من الشرائع وقاطع للرحم، لا. التقوى بناء على تقوى الله عز وجل وتقوى الأرحام، فالاتنين قرنهم رب العزة ببعض. دي أول فضيلة. تاني فضيلة إن رب العزة قال أنا الله في حديث رواه عبد الرحمن بن عوف عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، راويا عن رب العزة يقول الله عز وجل أنا الله، أنا الرحمن، خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، من اسم الرحمن، الرحمة، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يبقى أكتر حاجة في صلة الأرحام دي
علاقتك ووصلك بربنا. تخيلي قطع للرحم هو مقطوع من الله عز وجل، فإذا قطع من الله عز وجل فمن يوصله؟ دي تاني حتى فائدة. الناس قالت الرزق بيوسع، الرزق لما هنقول دلوقتي بشارات حضرة النبي كثيرة في صلة الأرحام. هنشوف اللي هي سر إجابة الدعاء. سيدنا زكريا لما كفل ستنا مريم ووجد عندها عين عندها الرزق في غير أوانه، تنبه إن 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 إنه في هذه اللحظة سيكون مجاب الدعوة، ووقف دعا في المحراب وأجابته الملائكة إن الله عز وجل يبشره بيحيى. فهي سر إجابة الدعاء. نعم. صلاة الأرحام. بعد كده هنلاقي إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زف لنا من البشارات كثيرة، بشارات عظمى كثيرة. زي ما حضرتك وهم قالوا في التقرير قالوا من أراد أن يبسط له الله في رزقه وأن ينسأ له في أسره، يعني بركة الأرزاق وبركة الأعمار، فليصل رحمه. نعم. فيبقى البركة اللي في الرزق اللي احنا كل دلوقتي المعظم مفتقده، ويقول الفلوس ما بتقضيش، فلوس كتيرة بس نعم ما بتقضيش. خير طيب، لان احنا لازم نراجع صلة الرحم، لازم نراجع صلة القرابات، وان يبقى اثره طيب ويبقى اثره بعد وفاته، كل ده من ايه؟ من صلة الأرحام. في متغيرات كتيرة بتأثر على تنفيذ او اتمام صلة الرحم، هنعرفها ولكن بعد الفاصل. فاصل تمام. هل هنا صلة الرحم معناها أنه اللي يودني أوده يعني المعاملة بالمثل، ولا ليها معنى آخر؟ لا طبعا، حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، يعني مش اللي يودني أوده يبقى هو ده الواصل. إنما الواصل، شوفي تعريف حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هو ده. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول إذا وصل الواصل رحمه، يعني واحدة بتوديني وأنا بوده، فذلك القصاص. لكن الواصل حاجة تانية، فصلة الواصل بالواصل دي أخلاقيات العقلاء. لكن أخلاق الأتقياء لا، هو أن أصل من قطعني. يعني اللي جابت سيرتي، اللي ما بتقابلنيش حلو، اللي ما بتودينيش، اللي ما بتقفش معايا، هي دي اللي أصلها، يبقى هي دي صلة الأرحام. طيب أخيرا وسريعا، القطيعة، لو أنا قطعت حد يبقى عقوبتها إيه؟ أو يعني إيه الذنب اللي عليا؟ العقوبة زي ما الآية الكريمة كانت بتقول، أولا ساوى رب العزة ما بين فساد في الأرض وما بين قطيعة الأرحام، وأصابتهم اللعنة من الله عز وجل والعياذ بالله، وأصمهم وأعماهم أعمى البصر وأعمى النظر، فهو نعم. قتل. والعقوبة، تعجيل العقوبة في عقوبة الذنب في الدنيا والمدخر ليها في الآخرة، وتعتعد كبيرة من بعض الكبائر. ربنا يبعدنا عنها ودايما نوصل أرحمنا. أنا بشكرك يا دكتورة، شرفتينا ونورتينا، وبنشكر حضراتكم على طيب المتابعة. ما تقطعوش بعض، واللي بيبادر هو ده اللي ليه الجزاء والثواب عند الله. وبكرة حلقة جديدة من البيت.